استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ محمد، وحشتني على سلامتك. الله يسلمك الله يسلمك، كنا عايزينك معانا في السفريه دي. ما بتروحش انت الاماكن دي، انا عارف انت بتروح فين. ربنا معاك ربنا معاك يا رب. كان في حوار او لقاء مع ابراهيم حسن، الراجل اتكلم على مجلس اداره الاتحاد السكندري والدعم اللامحدود من مجلس اداره والاستاذ محمد مصالح وكل الزملاء في المجلس، المهد سليمان، وفي بعض الصفقات الاخرى والمدير الفني الصربي. قول لي ايه الجديد في الاتحاد السكندري؟ والله الحمد لله رب العالمين، فضل ربنا. طبعا امبارح كان اول يوم في التجمع، الحمد لله المدرب نزل وكان مع جهاز المعاون، الناس على اعلى مستوى، يعني الناس بدات تحس بكده من اول يوم، من اول لحظه نزل فيها الكوتش زران. راجل في الاجتماع ما اتكلمش كتير، وكان اتكلم ثلاث كلمات بالظبط، وقرر فيها كلمه الالتزام. الالتزام الالتزام، يعني حاجه مهمه جدا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. هو طالب من كل اللعيبه انها تأدي اللي عليها، انها يعني تبذل اقصى مجهود. هو بيقول ان الاتحاد نادي كبير وبيخوض تجربه في مصر، عايزه تبقى بدايه خطوه نجاح، انه يعمل اسم زي ما عمل اسم في الدول العربيه والافريقيه اللي اشتغل فيها وخد فيها بطولات. فربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله، والحمد لله برضو كل الصفقات الجديده جت. طيب، في انتظار المزيد ان شاء الله باذن الله. ميسي في عرض من النادي الاهلي، وهشام صلاح ومروان عطيه برضو في عرض من نادي الزمالك، صحه ده؟ والله استاذ محمد احنا سبق واتكلمنا في الموضوع، الكلام بتاع ميسي ومروان عطيه بالذات، والنادي نزل على موقع النادي الرسمي انه ما فيش تفريط في ميسي ومروان عطيه حاليا يعني. لكن بالنسبه لهشام زي ما انا سبق وقلت لحضرتك قبل كده، انه كان واخد وعد من الاستاذ محمد الصبحي انه في نهايه الموسم يعني لو عمل مستوى كويس والاتحاد بقى في مكانه كويس. عنده عروض من بيراميدز وعنده عروض من فيوتشر، صح؟ عنده عروض من فيوتشر، وتقريبا في حاجه جايه من النادي المصري كمان. فربنا سبحانه وتعالى يعني يديله ويدينا الخير يعني ان شاء الله في الفتره الجايه. هنشوف ايه المقابل المادي لو العرض او العرض الكبير او العرض الانسب الذي يليق بالاتحاد السكندري؟ والله بص، الامور الماليه كلها بيتم ناشيتها مع الاستاذ محمد. تمام. يعني هو الوحيد المسؤول بالقصه. طيب. دي من اللي انا اعرفه ان كنت قبل كده هتتكلموا مع دي صبر، لكن حصل يعني ما حصلش ظروف وراح بقى مدير فني لاحد المنتخبات، وبعد كده كان في المدرسه البرتغاليه. ايه اللي خلاك كرسيته على المدرسه اليوغوسلافيه او الصربيه؟ والله بص استاذ محمد، برضو كان عندنا مدرسه فرنسويه، احنا فرنسوية. كان عندنا بوميل، كنا بنتفاوض معاه اللي هو المدير الفني بتاع منتخب كوت ديفوار، لكن هو طلب يعني ان هو يجي بكامل جهازه حوالي 6 افراد، وطبعا التكلفه عاليه جدا، فطبعا ما حصلش توفيق. وبعدين السيفيهات للامانه لما درسنا كل السيفيهات لقينا السيفي بتاع الكوتش زوران احسن السيفيهات، راجل خد بطوله الدوري الجزائري مع بلوزداد، وانت عارف برضه بلوزداد مش من الفرق الكبيره في الجزائر، زي اتحاد العاصمه ولا شيخ القبائل ولا مولوديه وهران ولا، فيعني خد السنه اللي فاتت بطوله الدوري، خد السوبر، خد مع اول اغسطس الانجولي 2018 الكاس والدوري، ووصل بيه نص نهائي الابطال الدوري، خد مع اهلي البحرين الكاس، خد لعب مسك الطاقي السعودي، يعني الراجل ما شاء الله سيدي محترم يا محمد بيه. طبعا وانا عايز حتى لو كان ابراهيم حسن كان معاك، والله كان لسه النهارده بيتكلم معاه وكان بيشيد النهارده، مع انه كان اول يوم امبارح كان بيكلمني وبيشيد بالكوتش من اول يوم، بيقول يعني ليه لمسات باينه. طيب. وطريقته في التدريب والكلام ده، طبعا ربنا يوفق يا رب ان شاء الله محمد، يا رب ان شاء الله محمد بيه. طب الاحتياجات الاتحاد السكندري اللي جايه ايه؟ والله بص احنا طبعا بندور على مهاجم سوبر ان شاء الله، يعني في كذا حد معروض علينا، ففي بنناقش كذا سي في مدرب سواء لعيبه افارقه او لعيبه محليين، لان طبعا انت عارف مركز راس الحربه مهم مع النادي البوبولولو. ان شاء الله في صفقه برضو في مصر هتخلص من اللاعبين الشباب، ان شاء الله هتبقى حاجه هتبسط الناس وهتبقى ان شاء الله دعم كبير للنادي ده. يعني احنا كده هنبقى المركز ان شاء الله هيبقى فيه ثلاث لعيبه، يبقى مبلول وجنبه 2 لعيبه، ممكن يبقى لعيب افريقي، في لعيب صاعد وقاعد كده ان شاء الله هيبقى معاه في مركز راس الحربه،
وفي لعيب ان شاء الله برضو يا افريقيا يا مصري سوبر باذن الله تعالى ان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى موجود. في حد ان شاء الله في خط الظهر هيبقوا واحد او اثنين باذن الله. لو هشام مشي ان شاء الله في باك يمين ان شاء الله، احنا كده متكلمين مع حد ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه نحاول نخلص فيه. لو هشام مشي ما مشاش طبعا هشام حازم امام لاعب الزمالك؟ لا لا والله بص حازم امام لعيب كبير جدا طبعا، وطبعا كان جه سبق انه لعب في الاتحاد السكندري وراجل قدم موسم معانا اكثر من رائع. لكن احنا في الفتره الاخرانيه المدرب طالب. اخبار مروان صحراوي يا محمد بيه؟ كان سمعت ان في مفاوضات او في كلام او بعض الوكلاء عارضينه على الاتحاد السكندري. والله كله متاح يا استاذ محمد، كله متاح. ما فيش حد بالنسبه لنا مقفول سواء لعيب عربي او افريقي او مصري. الفتره الجايه هتشهد انت عارف بكره قائمه اللعيبه هتتقفل بالنسبه للانديه القائمه الاولى، فهيبان بقى النهارده ايه مين المتمسك بلاعبته ومين الانديه هتقدر تسيبه. فممكن في الساعات الاخيره دي من هنا لبكره ان شاء الله هتظهر حاجات كتير، وان شاء الله تبقى اول حد يعرف يعني لو في حاجه جديده تم. طيب اخبار اسماعيل احمد ونجم السليه؟ والله ان شاء الله اسماعيل طبعا اسماعيل ده نجم مصر النجم التاريخي يعني كره السله، بندعو له ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه وربنا. بس انا سامع انه في لبنان بيتأهل في لبنان صح؟ ان شاء الله. هو بص هو يعني ان شاء الله موضوع كله باذن الله من اسبوعين لثلاثه للاسف تقريبا كده مش هيقدر يلحق معانا البطوله العربيه اللي في الكون اللي هي هتبدا يوم 5. لو ربنا اراد يعني وتمثل الشفاء ان شاء الله هيبقى موجود معين قيمه كبيره ما نقدرش نغفلها. يعني وقوه دافع كبيره للفريق وكابتن الفريق بتاع منتخب مصر، فان شاء الله ربنا دعواتكم بقى ان هو يوم السلامه. انس اسامه موضوع وصل لحد فين؟ انس اسامه موضوع في الاتحاد، المفترض انه بكره هيعمل الاتحاد بكره ايه موقفه؟ الاتحاد السله في اتحاد السله ان شاء الله، واللي فيه خير ربنا سبحانه وتعالى يكتبه لنا يعني احنا طبعا. يعني انا شايف في كلامك انت بتقول يعني في ثقه في الكلام ويعني هدوء واتزان بيقول ان انس اسامه في الاتحاد السكندري. والله بص يا استاذ محمد زي ما انا بقول لحضرتك احنا بنحترم كل قرارات اتحاد اللعبه. اتحاد اللعبه خلاص. الاستاذ محمد قايل ما حدش يتكلم في الموضوع قدامه ده طالما الموضوع لا نحترم دي. نحترم دي يا محمد بيه نحترم دي الاتحاد. يعني بصراحه يعني انا بشيد بعلاقتك بمحمد بيه مصلحي والاستاذ احمد عبد المجيد وكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد السكندري، بصراحه مجلس محترم كله في خدمه سيد البلد.